الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب الحادي والخمسين، كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. يعني كلما أحدثت ذنبا تحدث توبة والله يقبلها ولو تكرر الذنب وتكررت التوبة، ولو مئات المرات آلاف المرات، طالما التوب يبقى إيه ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا ساعات يقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني اعملوا ما شئتم من المعاصي وتوبوا أغفر لكم. أدي معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني مش تعملوا معاصي وما تتوبوش، لا، اعملوا ما شئتم يعني من معاصي ثم توبوا فأغفر لكم. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. يبقى الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده سواء تابوا من الذنوب جميعا ثم عادوا، او تابوا من بعض الذنوب وعادوا الى ذنوب اخرى، او تابوا من بعض الذنوب وتلبسوا بذنوب غيرها، كل ذلك يقبله الله سبحانه وتعالى. بل في مرحلة من المراحل يقلب الذنوب حسنات كمان إذا صدق الإنسان في توبته ولم يعد إليها، ربنا يجعل ذنوبه حسنات إذا صدق في توبته ولم يعد إلى الذنب. فأولئك الذين يبدل الله إيه سيئاتهم حسنات. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 62 بعد 107 آلاف، قال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن الله ربا يغفر، أن له ربا يغفر الذنب، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يعني يعاقب عليه. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. واعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني اعمل ما شئت من المعاصي ثم استغفر فقد غفرت لك. أدي معنى، يعني مهما تكررت منك المعاصي طالما تطبع المعصية بالاستغفار فأغفر لك إذا كنت صادقا، لست مستهترا ولا مستهزئا، فيشترط فيها الصدق. فإذا عاد يعود بسبب الضعف البشري فقط، ولكن لا يعود بسبب الاستهتار والاستهزاء. فهمت؟ واعمل ما شئت يعني من ذنوب ثم استغفر فقد غفرت لك. ادي معنى ايه الحديث عشان تفهمه كويس. مش معناه قال له خلاص بقى اعمل معاصي زي ما انت عايز وما تستغفرش وانا اغفر لك. اللي يفهم الحديث ده يبقى ايه؟ يبقى بيفكر بحذائه لا بعقله. فهمت ازاي؟ لابد ان تفكر بعقلك، لان السياق يقول كده، يحدث الذنب يستغفر يقول له غفرت لك، يحدث الذنب يستغفر فغفر. فقال استمر على ذلك، كلما تحدث ذنبا استغفر فقد غفرت لك. ادي معناه. فهمت؟ فلابد ان تقدر هذا المعنى، لأن مراعاة السياق في الفهم مهم جدا. فلا تأتي بجملة مثلا واعمل ما شئت فقد غفرت لك بس، الحديث مش كده، تدي معنى غلط.
لازم تقرا الحديث على بعض. يعني اعمل ما شئت من الذنوب واستغفر فقد غفرت لك. ادي معنى الكلام. بغير استهتار ولا استهزاء ولا تلاعب. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت. قال أبو أحمد: حدثني محمد بن زنجوية القرشي القشيري قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي بهذا الإسناد، وعن أبي قال: حدثني عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال: فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عبدا أذنب ذنبا، بمعنى حديث حماد بن سلمة، وذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا، وفي الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، أي ما شاء من ذنوب، ثم يستغفر فأغفر له. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل. وبسط اليد معناه قبول الشيء، مجاز عن قبول الشيء، لأنك إذا قبلت شيء بسطت يدك لتأخذه. يبقى يبسط يده هنا ليس بمعنى الجارحة بل بمعنى قبول الشيء. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي يقبل من المسيئين توبتهم. يبقى يبسط يده كناية عن قبول توبة المسيء. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، علامة انغلاق التوبة. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. غيرة الله يعني معناه أن يحرم أشياء عليه، دي معنى غيرة الله، وأن يغضب على الإنسان إذا فعل ما حرمه عليه، يبقى دي غيرة الله، بخلاف الغيرة من المخلوق. يبقى الغيرة من الله مظهرها عقوبة من فعل المحارم وارتكب المحرمات، هي دي اسمها غيرة الله تعالى. وغيرة الله أن ترتكب محارمه، مش كده قايل كده؟ وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. لماذا؟ لأن الله يحب أن يثيب عباده، ومعلوم أن مدح الله يعطي عليه أجزل الثواب، فيحب المدح من عباده لأنه يحب أن يثيبهم لمصلحتهم لا لمصلحته. فالله لا يزيده مدح المادح كمالا، الله مستغن عن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يمدح من عباده ليجزل لهم العطاء ويعطيهم من فضله. فمدح الله من عباده لمصلحة العباد لا لمصلحة الرب سبحانه وتعالى المستغني عن ذلك. ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. يبقى علامة الغيرة إيه؟ تحريم الفواحش والعقوبة عليها، دي علامة غيرة الله عز وجل. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق. شقيق اللي هو أبو وائل، مش قايل فوق أبي وائل، هو ده شقيق، فهمت؟ عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه، يعني النبي رفعه، يعني قال رسول الله أنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، مدح نفسه تلقينا لعباده حتى يثيبهم وتعليما لهم. وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، يعني العذر الاعتذار، أي أن يعتذر العبد لربه، يعني يتوب. فالعذر هنا بمعنى الاعتذار. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل ليعلموا الناس كيف يتوبوا وكيف يؤوبوا ويعودوا إلى ربهم. وعن أبي قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن حجاج بن أبي عثمان قال: قال يحيى: وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال يحيى: وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس شيء أغير من الله عز وجل. في رواية: ليس أحد، وفي رواية: ليس شيء. مشي على نمط القرآن، قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله، شهيد بيني وبينك، يعني شيء هنا معنى موجود، شيء هنا معنى ايه؟ موجود. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل رواية حجاج حديث أبي هريرة خاصة، ولم يذكر حديث أسماء. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا شيء أغير من الله عز وجل. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن يغار والله أشد غيرا. لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان أعطاك الله أن تغار، يبقى الله سبحانه وتعالى أغير منك، لأنه هو مصدر هذه الغيرة، لأن الغيرة نوع من الأنفة، أن يفعل ما لا يصح. فهذه الأنفة التي خلقها الله فيك، الله سبحانه وتعالى أيضا حرم الفواحش فيعاقب ويغضب على من يفعل، كما أنك تغضب على من يفعل الفواحش. هذا للتقريب، هذا مثال للتقريب. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء بهذا الإسناد. باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني كلما أحدثت ذنبا تحدث توبة وتفعل طاعة،
تقوم التوبة تمحو الذنب والطاعة تثاب عليه. فهمت؟ فكلما ونفس التوبة طاعة، نفس التوبة حسنة، فالحسنات يذهبن السيئات، يعني التوبة تذهب السيئة. يبقى الحسنات يذهبن السيئات، يعني التوبة تذهب السيئة، لأن التوبة في ذاتها حسنة، وهي الرجوع إلى الله والندم على عدم الفعل والعزم على عدم العود والإقلاع في الحال. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني امرأة لا تحل له، قبل امرأة لا تحل له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام طبعا، يبقى ده فعل حرام يعني سيئة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فبالسياق يبقى الحسنات هنا هي الصلاة، بحسب السياق كأن الصلاة تكفر الصغائر، يبقى على حسب السياق الحسنات هنا تبقى معنى الصلاة، لأنه بيقول له إيه، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يعني الصلاة يذهبن السيئات. وبعض العلماء قال لك الحسنات هي الصلاة وسائر الطاعات، على اعتبار أن الألف واللام هنا للجنس للعموم، يعني لعموم الحسنات وليس لجنس حسنة دون غيره. واضح؟ وعلى شك كده إيه العلماء اللي قالوا أن الحسنات هي الصلاة قالوا أن هناك ركعتين تسمى ركعتين التوبة، فهمت؟ زي يصلي ركعتين يتوب فيها إلى الله، لأن الحسنات اللي هي الصلاة يذهبن السيئات، فإذا أحدث ذنبا أحدث صلاة، يصلي يعني ركعتين لله. في بعض العلماء فهموا هذا المعنى وهو معنى لطيف لا بأس، لكن على أي حال لو لم تستطع أن تصلي فعلى الأقل تستغفر ربك وتتوب إليه بلسانك وقلبك، قلبك يمتلئ ندما ولسانك يكسر الاستغفار. وعن أبي قال قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله، يعني دي خاصة بي أنا عشان ده قبل امرأة بقى وعمل حاجة حرام اهو، فنزلت الآية فافتكر الآية دي خاصة بي يعني. فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله، قال لمن عمل بها من أمتي، يعني لكل الأمة مش خاصة بيك، يعني انت سبب نزولها بس لكن مش خاصة بيك. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها، يعني حاجة دون إيه، دون الجماع يعني دون الزنا يعني. قال فأنزل الله عز وجل ثم ذكر بمثل حديث يزيد. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة، اللي احنا نسميها الوقت إيه، تحرش، تحرش بامرأة، فهم؟ يسموها الوقت في القانون بتاعنا الجديد اللي عايزين يعملوا قانون التحرش. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعظم عليه، سيدنا عمر قال له يا نهار اسود ايه اللي عملته ده يا مكرم، لان عظمها يعني. ثم اتى ابا بكر فعظم عليه، حاجه لان هم ناس في طهاره عاليه، فما تصورش ان واحد يعمل كده، دي مصيبه كبيره. فهمت ازاي؟ كل واحد بيتكلم من حاله حسب حالته الايمانيه. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بقى رحمه، فذكر بمثل حديث يزيد والمعتمر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني دون أن أجامعها، يعني ما دون أن أمسها، فأنا هذا
فاقضي في ما شئت. ده دليل ان الصحابه حتى اهل المعاصي منهم كان ضميرهم حي، ضميره أنبه، نفسه لمته لوم شديد، فذهب للنبي يفعل فيه ما شاء، يعني عاقبه باي عقوبه، يجلده ويضربه ويعمل فيه اللي هو عايزه، المهم ايه؟ من شده لومه لنفسه. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الايه. نزلت الايه على النبي في اللحظه دي، ما ردش عليه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الصلوات الخمس كفارات لما بينهم. يبقى الصلوات الخمس إيه؟ كفارات لما بينهم. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وللناس هنا المؤمنين. الناس هنا المقصود بها ايه؟ المؤمنين، لفظ عام يراد به الخصوص. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو النعمان الحكم ابن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب قال: سمعت ابراهيم يحدث عن خاله الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي الاحوص، وقال في حديثه: فقال معاذ: يا رسول الله، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. وعن أبي قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة. هنا حدا مش حد اللي هو الحدود اللي هي المعروفة، لكن حدا يعني يقصد معصية قد تصل إلى الحد، يعني على ظنه هو، لأن الحد في الزنا مش في القبلة، مش كده؟ خد بالك، الحد يكون في الزنا بس. أصبت حدا يعني معصية قد توجب حدا، أدي المعنى. فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة. فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. علشان كده قالوا: الحسنات يذهبن السيئات. شوف النبي كمان إيه، لم يسأله ماذا فعلت، فهمت إزاي؟ برضو ليه، علشان دي من واجبات القاضي، إنه هو ما يستفهمش حتى لا يكون متسببا في إقامة الحد، بل يجب أن يكون القاضي متسببا في رفع الحد مش في إقامة الحد. شوف قد إيه، حتى أنه يلقنه الرجوع عن الإقرار، حتى لو جاء أقر يوم القاضي يقول له قل لا، يلقنه هذا، لأن الحدود شرعت لتدرأ لا لتقام، فهم؟ بخلاف الوهابية يريدون أن يقيموا الحدود حتى ولو على الشبهة. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد قال: حدثنا أبو أمامة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه. شوف ما استفهمش عنه النبي، قال له حد ايه؟ ما قالوش، لان هو ما حددش كمان، يعني كانه قال اصبت معصيه وخلاص، يبقى النبي سمع حد فهم انها معصيه. فاقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعاد فقال: يا رسول الله، اني اصبت حدا فاقمه. هو متصور ان قبله المراه حدها كحد الزنا، يعني متصور هذا، لكن الشرع مش كده، فهمت؟ فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال أبو أمامة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت؟
فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. ونقف على باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله غدا إن شاء الله، لأن القتل معصية من الكبيرة من الكبائر، فإن تاب من أي كبيرة قبلها الله، من أي كبيرة كانت، فقتل النفس كبير ولكن لها توبة أيضا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.